الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، ما أنت ومجلدي لبعض تيكواد إلا لحدا شن سحابي بأن صومري مجلدا وأفرتني لبو أدب وغير تهي إلا لبعتن فرقي أيا ودحيا لبعتن سحابي بأو دحيا بإذن الله سبحانه وتعالى. سحابي قال لحدا يلي حاد تاريخ سمانت أي كوبانت هاي وأبو لبابة والنبي يري أما إنه لو أتاني لاستغفرت له. هدو إيمان لها أنا بإلهي هو يدين لها دم بداف كلمة دا إيادة أي أررتي أو أنا هردع أو تاريخ ذا سحابي جن سيدا أي كتمت يوحي كدم بيي وحن من دونا إن شاء الله سبحانه وتعالى قصة مكة قلنا. في السنة الثانية قبل الهجرة خرجت قوافل الحجاج من مشركي يثرب ميممة وجهها شطر مكة تريد الحج. سنة كيلا بعد هجرة الكهر أي سفر حجاج نمنكي مشركين كي من المدينة المنورة أي وحي سؤال حج ضد حجاجة مشركين إلى أن فهمت دوي إن عرب يوجو مشركين إن الضوافي جرين بيت إلهي وما أردتي وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر إلا يكسو الدكتي إلا يكسو الدكتي إنما المشركون نجسون فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا. مشركين تو النجاسه كإلى لي بيت لهيان إيمان ألا لا يطوفن بالبيت عريان ننقى ونوصن طواف إن كان أوامرت آيان إيمان كهر أما إسلام كأنو إيمان أيا أي حجي جيرين أو إيمان جيرين لكن حد يقار مشركين صدح بقول يقوق والصنم باكو هريرسنا كعبدة مركا كامل يسوي حج ماين لكن يقتل حج بكاهم المهم كعبدة كولي. هالضبا سفر حجاجة وراء مدينة وحقا يما كأب قولي أيا صدقاق وحج بكسي سعودين. وكان في صفوف هذه القوافل المشركة 70 رجلا وامرأتان قد اعتنقوا الإسلام وأقبلوا على مكة. ضد كا مشركين تأه سفر كا صوءه كسو السعودة مكة المكرمة وحل السعودي تضبات من إلى الروح الضمرة وضدك إلهي سبحانه وتعالى إسلام كأوها ليش سيئة وضد إسلامي وأقبلوا على مكة ويسكسوا اللوك درسدان مشركين تي يتضباطا كا إلا بعض القفوض المسلمين تأه ولا سوء هذا وحال يميد مكة المكرمة لكن هل كان لك سوء التقيه المدينة المنورة. وهم يمنون أما يمنون نفوسهم بلقاء نبيهم الكريم صلى الله عليه وسلم وصاحب دينهم القويم يو يدي سنه يمنون انفسهم يو كودي دي سنه له مروا النبي قال كل ما الا انت ضباطا الى بعض الصحابي مركب وجيت كود وقول وحو اها نبي محمد ما اركي كرتان نبي قول لك كل ما. فقد امن به كثير منهم قبل ان تكتحل اعينهم بمرآه ان فربضون ايه كبدي نبي قول اسكر رميل يو ايان اركن يو اركتيدي سأنا يكون لك كولا وإيش أنا سارن بوحي إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله. مرك النبي مقال مقال هانو بوها يا ولي لما كل من مرك واحد عيسين يا نبي إني هرف فلسطانه ومرك وجه كوجه ولا الله. وما إن وافوا مكة حتى وعدوا الرسول صلوات الله وسلامه عليه على اللقاء سرا في ثاني يوم من أيام التشريق. مرك مكي ما دين بالنبي سقر سودي ولا الله وحكول بلمين وسيقر سوديب ولا بالله من وحي لهذين وحي نوب بلان ما نين كلا بعد ايام التشريق مركا لقارو ايا هبينكي مركا دادكو سيحدان هالكا يمال بال مركا لسنتي قوب تابع نوب بلان. طبعا ايام التشريق وما المهسد دحذاء من ايام مينة ومركا حجك لآذو ولا قصو اللابتو عرفة ولا قصو اللابتو ما أرأيتي انت مركا هولها إذا ماضان يعني جمرات كمان كلا يوم العاشر يحي كدم بي 11 ثاني
يعني الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر مالمها وأيام التشريق مالمها حجي ولا قصر الماضي دوتكو حدو ويسو قتين دوتكو ويسلح ياعين مشرك مؤمن ولا يسلح راعي لحياعي المهم وحي راد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحي راد وحا إنه بلان أه إن آنو كولانو هبين لكن وقت الله بلمي ومضاش الله ديكتي وا مالك إلا بعد أيام التشريق وكان موضع اللقاء عند الجمرة الأولى من منى وحانا بلانتو أهيد هلك الله قبل بلمي قابتا ليسكو بلان صدا وحا أهيد الجمرة الأولى أو الجمرة العقبة الكبرى هلك هسا إنه بلمه وما يشددك إذا شيطان دورك إذا هان وشيطان لطوري إنما لهان إيري راس النوب الله فيه أما وقته قرم الله بالله ففي الهزيع الأخير من الليل خوفا من أن تعلم قريش وحي نوب الله قوسين كدام بيه هبينك قيبت أقول دام بيس يعني الثلث الليل الأخير وحي سدح ذا كدام بيس نوب الله ما هي لي وحي لقبق يا قريش إني أقاتو دي تضباطا إلا بالروح وريم مدينة ومقالة أن لقى أقوني سوء قلوتي وضكي ديغان كدقنا أنا نهين نبي محمد على مسؤال دول صارن تهاي أو سجارة الله إيجانا يو هدي شرر الأرك ضع وبحة يفق هدي الأرك وحلقة يابا المركي وهل كاو يجوا نبا يسهلز جليان نبي جنا يسهلز جليان مركب واحد يوحى وقت وقف عن إلا كل مكراي هالنقطة قاسين كأوجد نبا هبينك مركب دتك أي هردان ليش فالليل ستار هبينك وميت وحقرية والدنيا نائمة إلا قلوب المؤمنين تكون اسك هرد لكن المؤمنين تقلب تود مهرد بلانت سياسي النقط وهناك سعيد المؤمنون السابقون من الانصار بلقاء نبي في نجوة من قريش الهي يوحو قدر مركه مؤمنين تا دكتي هريالك اها اسلام كوغسو هري اي انصار الهي سبحانه وتعالى وحو وافجي مال كف قريش ان النبي قال كل ما مركه جانس بو وها فرصه مركه انا صومرين هدا كهر دلك كله وهناك ايضا بسطوا أيديهم إليه وقالوا هل كابي النبي صلى الله عليه وسلم هشي سوك ولا قلم وحل له يقان بيعة أو مبايعة أما إليجنس هشي سبي الله قلم يقول له بايعنا يا رسول الله فنحن أهل الحروب وأهل السلاح ورثناه كابر عن كابر بايعنا رسول الله رسول الله بايعنا لقل بايعنا رسول الله يا رسول الله بايعنا لقل أنه هدارنا أنصار ضد دقال لقوي قان إنه هو بستان اللي هو يقام بابنا وحنا أبك أبانو كان لحنا ضد بقى منهن طوامت بمعنى وحي رمان إنه يري هذان رسول الله إنه قال نائمو هل كان هكون نقطة ربط إسلامك وكبي دامي لها المدينة المنورة سودك نائمو وحنا إنه كوب بلن قادينا إن آن فر لغو صارن إت مركا كوب ديرن كرت إنه سجن محايا لي تاريخ دين ملك الدولة وقل لابتو ضد دقال كي قانوننا إنه قال دقال أركتوا من أقل حيسبه هم نوان نقاس سيد الله قاده مركا أرقا بق منه وحباها كبق إنه نائمه ثم بايعوه على أن يمنعوه مما يمنعون به أنفسهم ونساءهم وأمناءهم وأن يرحل إليهم وأصحابه بالله أنت خاص لك حريق ذي واحد نقطة إن النبي كإلى لين دونان وحي أي كإلى لين لهايين نفتو ذا هوينكو ذا أولادو ذا وحي النبي يقول بالله إنه هلكا يماد وسوه يجيرو ذا ما يشا يماد وكان في طليعة المبايعين مرك هل كان وصع النواتر ذاتي أقوه الرئي النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيعاد لقى لي مالنك أبو لبابة وسحابي الأرمان تكهل لأنه هو مجعيس وها رفاعة ابن المنذر مجعيس محالة دي جري رفاعة ابن المنذر لكن كن يدي سحيد أبو لبابة سكى النبي صلى الله عليه وسلم ذاتي أقوه الرئي قعنت تاكتئي رسول الله بيعانو كل قدر يسوها وقبل أن ينفض هؤلاء المؤمنون المبايعون على الرسول الله صلى الله عليه وسلم انت مركز الشركه هلك على وكره دقائق وضدت اني كلا ياعن اختار من زعمائهم 12 رجلا نبي يقول كدورت اودياشودا 12 نن او يغ هرجوغه او نوقد ريركا جعله نقباء عليهم وحنا كدغن من عريفين او مركا اودياشي لغالا ارسل لها ام لغالا تشن لها ارك مدينه منوره اي انصار 12 من النبي صلى الله عليه وسلم ودورت وكان في جملة النقباء رجع سيدا جارك الله حشي والنبي صلى الله عليه وسلم أم جعوضي أما بيجي حتى إسكت صلح دارتي أبو لبابة كدير مر مرك أبو لبابة مرك دي بالله منه وحناصب بحسين وها السابقون الأولون ضدك يقول رئيس الإسلام كان مركي مرحب بيسي وحكو صبح يا هدان إنه وها نمر رضا أوس الرئي أنصار كدير هدان وحكو صبح إنه كدير لبيه توان كسيدا جارك الله دارت
إذن waxa isugu tagay fadaa'il fara badan ba Abu Lubaab isugu tagtay عاد أبو لبابة إلى يثرب مع الطليعة المؤمنة مدينة منورة بكل رجال عليه إسقى الله صعدة يمكن مسلمين تأها بعد ويمد عدد يجوا ريال كأها فرحين بما آتاهم الله من فضله مرتبطين بالاجتماع إلى نبيهم يجوا آد وغفر حسن فضلا إلى هي وسيء هي إن إلهي سبحانه وتعالى هو كل الله ذي سيدنا محمد إلى كل ما وحين أهيد رنتي وحلا جنتو ولا جعلاضو نبي محمد بقى لك كل ما الله فريس هو سهل مركمان waxa laga yaabaa markii uu dambeeyay inay tahay ugu horeysay waxa laga dibdam inay u arkin maxaa malaayiin muslimiin oo annaga halkow ka nahay oo nabi maxamed aanan arkin laakiin jacaylka aad ogtahay u haya idan inay nabiga la kulmaan oo fool ka fool ay u hor fariisaan oo sahlan marka maahan fa akhadhu marka aaqidina alazma ala wafa bi shurut albay' hada bay'ana waxa lagu magacaabaa bay'at alaqaba alula wa ballanti ugu horeysay ama heshiiskii ugu horeysay ugu horeeyay oo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam هي أنصار أي ولا صحيح ذا بوهم صادرت نمن كان مركي هشيس كاسا وقصو قدومين أي ساقبتين حق المدينة المنورة جوان كأي لتين المدينة المنورة وها بنود يقضبضها كحصن دمان هشيس كا سد أي تاه إنه قصو بحانا مد مد وفيان أنا مد كمد أنا بورنين فأخذوا يعدون العدة لتلقي أفواج المهاجرين ويتخذون الأهبة لاستقبال النبي الكريم إذن هشيسكم حو أها هشيسكم قنديجيسم حو أها دلوع ذا محو أها محايا هاي قنانت كيسان محو أها هشيسكم حو أها ددك مؤمنين تا إيمان تا نبتو أي هاي سطو مضح اللو قاقتا أغاني هاي مداسين تا حرية دا آنا هيسان إنا إيمان دونا أسو هجرون دانا المدين من روغي مرحبا يسير سولوي نبي محمد إنو كدام بين دونا إن مركا هالكان هوي ونقن دون مركا وحولي هاي مؤلفك وحي الديار سنة مركة سيدة يقابل لهذه المهاجرين تن إيمان دونتا أفواج با إصار راعي دون الرعرع وحي يسود ديار قريني وحي النبي محمد صلى الله عليه وسلم كله ارتجي لهذه الاستقبال إذن مركة وضد على أهبة الاستعداد بقول كي بقول ديار قريسان بها ثم أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة كدي من حال سوى قرى وقتي إلى هاي وإدمي ولنبي محمد ود هجرون كرتا فيمم وجه شطر المدينة ومعه ضيفه أما صفيه وخليله وصاحبه أبو بكر نبي محمد صلى الله عليه وسلم حقا أي مدينه آدي يضع الله الصعودة مأرك وذيقيسة ساحبك متك أنا كالهارين أبو بكر رضي الله عنه أرضاه لبدو وطني تجان تاريخ الهجرة النصار مرتين ودكتين فما إن وافى الرسول مشارف يثرب نبي صلى الله عليه وسلم مركي الدولاتك المدينة من وراء مريو oo ku dhow yahay inuu galo waayriyada tan aragtay markaa xujaajta leeyahay iyo mu'tamariinta leeyahay basaska oo tabiisaadka markay naqaadaan oo kale taban markii la fitaad ba markii uu ku tilmaamay leeyahay mashaarif almadina min wara ayatin maalihi laga gali laha markii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam yaasha usan dhigi hatta zahifat almadina kulluha liistiqbal nazilha alazim madina dhan ba soo dhaqaaqday si nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ila waa dhayf aad iyo aad weyn oo culus سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أنت مرتوح إن مكان لقابله والترحيب بنبيها الكريم محمد بن عبد الله إن سودو النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى نضيف أن هري الله أركين رنتي وأنا أركتاب أما ميد لجلا هالنقطة أما تاريخ لقرا هالنقطة أما ميد محاضرة هن لجدي هالنقطة هل كاوي كان عاي دماش هذا ما أركتي سودو وين وحلا قياسي كرامه تاريخ دون مركا لما هي قائسة لو سودو وحين أهيد أحسن ترحيب وبن آدم سودوي حضر وكان أبو لبابة في طليعة المستقبلين المرحبين أبو لبابنا ذاتك أقوه الرأي سودوين تكو قرنبو أها النبي محمد صلى الله عليه وسلم كجهر يمد هل كائي دولاك المدينة النورة سبابك مركز القليل ومرت الأيام ما المه ويسرقين وأرسيت قواعد دولة الإسلام إسلام كي إذا بدأ الله آسي دولة دوائي فريستي وحين نقطة الدولة مركة إذا بدأ آسيهم وأذن طبعا تاريخ صلى الله عليه صادر محيره مرة منه وسيدة ومؤلف كما كاتبك وصادر وحول ربا إنه هلك أي تهي محل شاهد كبار الله إنه مركبك أبار سي ربا وأذن الله للنبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد وحال قارئ مرحلة ذي هاي إن مرحلة الحياة مركب أن شو كأدنا ولا صادر في عرب عن المشركين ولا صادر في هجرة ولا صادر في جهاد كلا مريه إلهي مركب وحول اسكعي لذلك يا أيها النبي جاهد الكفار
والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. آياتها سسودقي وآياتها لو يقان آيات السيف سيف هذا قاضي ضدك اسكدعي. وعزم الرسول على لقاء صلى الله عليه وسلم على لقاء المشركين في بدر. نبي وحو قاتل القرآن إنه دقال لقل نمانك مشركين تا دقال كي يقوه الرئي أما دقال كي لو يقين بدر بالنبي صلى الله عليه وسلم كل بلن. فلما فصل جيش المسلمين عن المدينة مركي عينك مسلمين تا إيه كان دقاق المدينة منورة متوجها للقاء عدوه وعدو الله يو أسعظه إن الدقال لقلان عدو إلهي عدو قودنا. كان في الجيش أبو لبابة عينك وحا كجري عينك ديار صنع الدقال كجري وحا كجري سحابي كما أنت ميسكي نو صارنا يبقى مقعابة أبو لبابة أما رفاعة بن المنذر وهو يتشوق إلى الجهاد يسوق آدي آدو حسيني إنه جهاد كقيب قلو ويمني النفس بالاستشهاد نفس دي سنعوشة كان إنه هلك كشهيد دون يعني معنى وقف إيمان ووضو إيمان كشن رونتي بالوضو وقارسي سين مرون ما شاء ما تيجي دون تا مرون قال هذا إسقبان دون تا مرون دقال كما بالله دون أنت سيكا كده قنت. لكن الرسول الكريم صلوات الله وسلم عليه رده من بعض الطريق نبقى عيدي الله بيدي واستخلفه على المدينة وحي المدينة هلك بوسكي كسي جوك وأني بدل وأمره بالرجوع الله بيدي إسك الله بو مدينة نورة كل الله بيدي سيدة دبا وحال الدينة ماشي إن أي نقطة مال مران إن النقطة oo cidna aan joogin nabiga markuu maqan yahay waa inuu joogo qof maaragtay dadkii maaragtay jooga khaliifatu rasuul sallallahu alayhi wasallam marba cid baa lagaga tagan jiray halka abu laaba marka nabiga sallallahu alayhi wasallam wuu raahi ila badr isaga badr ku socda wuxuu yiri dib u laabo ciidan kan ka har oo halka ku har waxaanu kugu ogahay inaad khaliifadeedii noqoto halka joogtid فأذعن أبو لبابة للأمر أرنكي سيديته أبوه قاسمي وعاد أدراجه في النفس غصة وفي الفؤاد حسرة ولابتي لكن حوالا نفس الديسة بهاش يقولون أنت من ويدي نوعا ما سنة وأنا دامون هي ومحايا لي من إيمانك وقبيو أها عربي هل كائن وإله سبحانه وتعالى عذرا أو نذرا إنه الضيال وعن أو رنتي وعذر له أم وجاء يقربي حوالا بهاش أدو يعني expectation كاو آدي أصري هذا آدي آدي هيك شو قالوا أصري هذه مروا نوعا ما وحكوا هنجبية وكوي ما ذا سيستم عصبه هبع أدقشيد وأتكاني سأنا دين دم مركز هذا أسوك عديد سيبوا قدما المهم لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر وأمر الرسول لا يرد لكن أمرك كما أمر رسوله لما صرفه لما رديه لما علين كرواسيدة إلا هو قاس بيته شعر الرسول الكريم بما يعتمل في نفس أبي لبابة من عواطف متضاربة النبي صلى الله عليه وسلم وحكى حقوه حياة أبو لبابة أو أه عواطف سي أسوب بران بريسة يعني إيموشنس مرنا رسول كما ديدي كرتين مرنا تيوى لغاسو عليا ودريمي كتاقفك يعني بمعنى أكسبكتكشيز هل كاسو كم بقضى ماشو مانتا وقاران ماشا سو كم بقضى مركا قلب جيسة وحباك هو ريقل وحباك الجوحي المهم ففي خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة شرف ما يدانيه شرف إساقا إسلاحة يا مركة مركة وحا لنا تصويرين يا وحا كده حقو حي أبو لبابة أما سكحي سمحا كوري وحير النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنا تبدل كجد نقطة المدينة المنورة الله إليه هو شرف ما يدانيه شرف 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 قاري كرتاي أي ندير مول وحا الله ديقا ملح وفي الحرمان من ثواب الجهاد إن لاكس لكن aan lagu ogolaanin ama laga hoojiyo ajirki aad ka heli lahayd jihaadkana khasaaratu ma taadilu khasaar wa khasaara khasaara dhigta ay injil fa tayyib ar-rasul khatir marka sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam qalbigi sa yudaji wa daraba lahu bi sahm wa ana usamiyay oo dagaalkii marka la gala dabcan waatan nin walba dagaalka gala iyadoo loo eegay ma fardoolay buu ahaa mis aqlay buu ahaa ma ma hub buu sitay mis aqbolay buu ahaa يوم انت لو اي النبي صلى الله عليه وسلم طبعا سهم كي سوسي وضربه بسهم وعده الاجر كد ابن اجرنا وبلن قاده سو ما سعن اجر اجر كاي ولا كان كما شهد بدر مر وهو لم النقطه مر قف بدر جوغا هدي نقلنا حوالي الدنيا هدي لرادين واتن هدي نقلنا تي اخرها هدي لدارين واتن لبضب الى سبحانه وتعالى مر اسود دري هلكا مر النبي صلى الله عليه وسلم هو اها ذاتك النفسيات كودا ودوين دي صلاه ربي وسلامه عليه المهم ظل أبو لبابة مخلصا لربه أبو لبابة نولا شيسا
inta marka inta uu noolaa runtii wuxuu ahaa nin mukhlisa oo ilaahay mooyaane cid kale un baraxtirin wafiya bilbaycati alatii baayacaha linabiyihi sal alla alay wasalam ballantii uu nebiga uu la soo galay oo baycadii ahaydna siday tahayba uga soo baxay u oofiyey xataa kaanat ghazwatu bani qurayda laakiin ilaa laga soo gaaro dagaalkii bani qurayda halkaaba marka waxaa imanaya منعطف تاريخي historic junction حبا مركا إمانة أو علامة سؤال دول صارا خاصنا لك حريقيته بمعنى قد أكتهين مدينة المدينة المنورة وحاد دقنا بنو قريضة بنو قينقاع بنو نضير أو صدح قبائل أو قبائل كي أقوى ويهدو يهود والنبي صلى الله عليه وسلم مركو ماشى ويمد طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث خطوات وكب الله مسجد كي بالله نسي ومسلمين تي مهاجرين انصار بالله ولا ليه قدوك سدحات نوحا هاي العدو الخارجي اما بقى النزي ضدك كل الدجنة وانا تيشيز لا صحيح توت النبي صلى الله عليه وسلم وثيقتي تاريخي هاي اما الدستور دستور المدينه اللي هو يقيم بنود حن بارسما تر لا صحيح ده لمن كان مال بالله اسك صار وحل لان هشيس ودا قلنا ان ماشي ان ما عرفتي نبض ان سوق ايمان ماشي نبض هم نقطه دغال كان جوجي انغن ان جوجين طيب غزوة مركة لسوء قاره حيث كبى جواده كبوة ما كانت تخطر له على بال وزل زلة ما كان يتخيل أنها تصدر عنه وهذا عذي إله سبحانه وتعالى وهو قدره إن أوسم بالرحذي أبو لبابة سم بالرحشة ولي أم كف كرين أما مسكحي سألن كسولين يعني مثلا محال يرى فلان كبى جواده فرس كيف الله ترون ترون ذا ليرى اللغة العربية كلمة دوام محال وكلمة يود إيديماتيك للو أديك سامي فكرتيف لي والربع إلا تلمامه حقا خلط بوغل وونا سن بالرحضي سن بالرحشو إساقي حتى أنو فيليني اللي وانينكا مخلص كا وانينكا مركز صولة شاقي النبي إساقي كوب بعدي قال إلا بيو توين كوبو كجري استقبالكو كجري بدر وانينكا حتى أكا قوم ماني ماشي أسعي إنو شهيدو لكن هل كان حباك يمين ذلك أن الرسول عليه السلام توجه بعد غزوة الخندق إلى بني قريظة ليؤدبهم جزاء نكثهم بعهدهم النبي صلى الله عليه وسلم مركي وكلم ماذا دقالك خندق أو سنة كشان هذا وهو دقاق حقا إلى بني قريظة ديقان كود وجيت كان وحو أها إن درسي الله لقينه درسي لم إلا وانا إلا سيو ما دام أي بلان كبح أي لي مادي بلان تي أي قوبيالان وأي كبح بلان بحرق نيسون والله حرق من أول يوم يعني داي 1 مركي النبي ما شاء او تغي هشي سيده لا صحيحه باي لو تمريان نمي كي ربن قريدا تاريخنا ان فر بلان بنو سو مري النبي مركو خو ربا بلان كان بخي لو سميهي اي مديدي غدا لو غدوري اي وخي اي لا يمادين مركي انو كا ارن جاري فرح انو كا كوي ربا النبي صلى الله عليه وسلم وخيانتهم له اي خيامه اي خيامين وغدرهم بالمسلمين اي دغرت مسلمين تاي دغرن النبي مركا غان كا سوقات فاطبق على حصون من كل جانب مال قلاع ذا أي دقيه نفسه ذا نبو النبي صلى الله عليه وسلم مركا وحوكا قبتي أفر تقيس كقيم وأحاط بهم إحاطة القيد بالعنق سلسلة ذا أي قارت أقوى ريسانتها أي وكالة أي عيدة كي سساء وسو ورجي يقول نحن كاسوك قودومي أبو قلي النبي صلى الله عليه وسلم ماله ودقاقا مركا ملا فلما اشتد عليهم الحصار مركي قودومين تو أي ديراتي كنا أتكاتي بعثوا إلى الرسول عليه السلام يفاوضونه على الاستسلام نبيجي مركب وصل عند ارتداء يجوا الربعين اللي لقلهم وان وانا يجريهنا وان قرديبا وان سديبا لي مرهن ضام دعيسنا هل نبدايو فرهن الله يقعد نبدايو ويشترطون لأنفسهم بعض الشروط لكن وحيوتان شروط ديار بان هاي وان سديبني خلاص هل كاسي النجاي اجتهاي شروط ينها لأنه في محمد إسكايدا فأبى النبي عليه السلام أن يقبل منهم أي شرط نبيجي في شرطي كم إذا شروط عاد أقيه إنسان وهرت لقي سني ملها كو وأمرهم على أن ينزلوا على حكمه مهما كان وحونا أمر كبهي وحو نبقى ويرين دونه ديكتين قرين دونه إنا يسيدا يتاه أقاتان يعني أنا أبقى آمين إيا إن أنا أحد كخص بنتين إنا أبقى آنكا سيدا أويها دو قاتان وقاد ودعي يسنتان ومال وغير لي حنتين نبقى صلى الله عليه وسلم وحيري أنا أي ديكتين بيري عد مركا وحي شيء كرت مركا ملها لأن ذلك أنا أرى اللون لقي يستي يا خسو بحوال المهم وكان قد حكم على مقاتلتهم على مقاتليهم من الرجال بالقد هم لا يعلمون لكن النبي حكم كود ديار سوامح رجو ذا دقال الله ما ينو ديلكو حكمه النبي صلى الله عليه وسلم قال كما قال ما يروح
nin alla ninkii reer Banu Qurayda ah ee hubba sita dagaalami kara ama dagaalamaya in korka loo dheereeyo. Iguse ma oga xukunka nabiga sallallahu alayhi wasallam uu leeyahay, aniga sheegay waxa aan rabo, idinna waa igu raacaysaan. Fabacathuu ila rasuul salawaatu llahi wasalam yaquuluun, rasuulka marka la soo hadlay maxay yidhahdeen, ibcath lana aba lubaaba nastashiiruhu, abu lubaaba noo soo dir, waa rifaac, waa saxaabigeena maanta, aanu la tashanay. Tayib, maxaa abu lubaaba si gaara ay ugu tilmaanteen? Wax kalamaha wa kaana baynahu wa bayna qowmi abi lubaaba muxaalafatu fi ljaahiliya, maxaa jaahiliyadii ayaa waxaa ka dhexeeyey reerka uu ka soo jeedo abu lubaaba iyaga waxaa ka dhexeeyey isgaashaanbuuraysi, isxulafaysi baa ka dhexeeyey. Carabtuna sistamka way taqaan, isku deegaan baan nahay, isku lahjaan nahay, isku meeshaasaan nahay, haddaba isku duulaan baan noqonayna, isku qaaraan baan noqonayna, cidna soo weerata wada weerarana, cidda maaragtay deegaankeena soo caqligtay gaashaankan u daruurayna, howlahaasa marka hawad xariiq. Marka abu lubaaba dadka uu kasoo jeedo, halkuu kasoo jeedo reer Banu Qurayda isku deegaan ahaa, heshiisadaasa ka dhexeeyey. Marka waxay yidhahdeen abu lubaaba rabna inoo soo dira. Falamaa jaahum abu lubaaba, markuu u tegey marka iltafa xawlahu nisaau walatfaal yabkuun wayantaxibuun, waxaa saa ugu dul xoomay oo hareeriisa soo istaagay, ma waxaad dhihi lahayd ciyaalkii iyo dumarkii halkaasi marka iyagana ooyin iyo baroor qabsadeen. Waqaama ilayhi rijaalu yas'aluna, raggiina halkaasi intay soo sureen bay waxay yidhahdeen ataraa an nanzil calaa xukmi muxammadin ya aba lubaaba, abu lubaaba ma nagula talin lahayd nebi muxammed go-aankan uu noo wado inaanu dhegaysanno aanu iraaho khalaas xukunkan waan qaadanayna, ma nagula talin lahayd? abu lubaabana tabcan laxani top secret baa jira oo ah nabiga sal alla alay wasalam dadku ula tashanay ku jiraa. Marka top secretku militarigu leeyahayna waa wax aanan mar walba la reveal garayn karin, aanan la shaacin karin. Abu lubaaba marka wuu og yahay, wuu la socdaa dadka kan xukumka u diyaarsan inay tahay muqaatiliintooda, nimankooda dagaalyahanada marka in surka laga goyn doono, wuu og yahay. Faqaala marku wuxuu yihi nacam, ha dhegeysta, ha nabi maxamed qaat. Walaakinahu, markuu hadalkaa nacam uu leeyahay ishaaru bixiya, marka wuxuu bixiya tilmaan, ashaara biyadihi ila xalqi, markaas luquntu saa inta u tilmaamo, wuxuu yihi liyucallimhum bidalik, marka ama liyuclimhum bidalik, uu rabay inuu si indirect ragga ugu sheego, wuxuu yihi anna rasuul sala alay wasalam qad xakama calayhim bidafc, wuxuu yihi ha, laakiin taasaa ka dambaysa wey, ilan sirti buu faafiya marka abu lubaaba, macnaa sirti waafakata marka in uu yiraahda nacam halkaa ku ekaysa full stop, hawshana meesha ay ku dhammaato, laakiin inuu yiraahda nacam bimacnaa waa sir. Isaga marka xoogaa waa bini aadam psychologiyan caatifa qaaday, marki ciyaalka ag ooyayaan oo dumar ay ka marka halka agtaada ku barooranayaan oo dhibka uu jiro oo xoogaa yar ay ka fakat, waana bini aadam. Ilmihim qaala abu lubaaba, abu lubaaba marka uu isgartay, fa wallaahi maa zaalat qadamaaya min makaanihima xataa caraftu annii qad khuntu allaha wa rasuula, meesha anuu taagan oo gubadahaygu aanay saaba u dhaqaaqin ayaan gartay buu yiri inaan ilaahay rasuulkiisa khiyaameeyey. Wa usqita fi yadii, markiina waa nadaamooday buu yiri. Falamaa suqita, waatan qur-aanku uu leeyahay yacni suqita fi yadii waxa waa taxayir wa nadam, qof markuu intuu qoomameeyo oo u wareero meeluu qabtay u garan la'eh oo afarta jiho wixoo dhan ba isaga darmaan, halkaa anoo taagan baan yaqiinsaday buu. Famaa adri kayfa akhruju min sakhati illah, waan garan waaye sidaan marka kaga badbaadi karaa ilaahay caradiisa. Ilan rasuulka sala alay wasalam in la khiyaameeyo, ilaahay in la khiyaameeyo, caradeedu leedahay ninka kan wuu fahmi karaa, hada saxaabi jaliil wax fahmayo. Uma lam yati abu lubaaba ila rasuulillahi sala alay wasalam wainna man talaqa cala wajhi ila beyti, rasuulka ma soo aadin gurigu toos si abaara u tegin. Waxay nabiga inuu soo maro, nabigu marku leeyahay hadduu noo iman lahaa dab ilaah baa ilaahay u weydiin lahaa, gurigiisu si toos u tegin. Fastaxdara silsilata min xadiid, wuxuu markiiba yiri ii keena silsilad bir ka samaysan, wa dalaba an yushadda bihi biha ilaa saariyati min sawaari lmasjid, markaasu yiri halka kan tiir tiirarka masjid ka mida yiri igu xirxir halka kan, wa huwa waaqifun calaa qadama, isagoo saa u taagan. Thumma qaala, markaasu dadku wuxuu kuyihi wallaahi laa uxillu nafsi, laa axullu dheh, laa axullu nafsi walaa usiibu tacaaman walaa sharaaba xataa yatuuba allahu calayhi wa amuut, ilaah baan ku dhaartay in silsiladahan aan sidan isugu dabray inaan iska furayn kow, raashidna inaan afka saarin, walaa cabitaan, in ilaahi subxaanahu wa tacaala iga tawba aqbalo ama inaan dhinta mooyaan. Yacni dembiga aan galay qofka muuminka waa kan,
قفكم مؤمنك محل لغو يقان دمي بيسو لوي وحالك حديث البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم قال لها قفكم مؤمنك دمي بيسو حلما سيد بور إنه كسو أن عيسو أوكال هالك منافق مركو دم بوين أقاله سيد تقصينه سيستقل لي هي أمو قطع هي أمو مركها أقوم قطع وحير والله أن ماشي كدقاقين لا راشنا نفك سارين ولا ضرارا يقدقين إلا إن إله سبحانه وتعالى إذا توب أقبل مويانا أما النبي أما أرأيت أما هالك أنا قلت فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم على حاله هذه وعرف ما كان من أمره نبي مركو أركي يسوي حالا كسوغا أرن كيس أنا وقرتي غير أما إنه لو أتاني لاستغفرت له هدو إيمان لها أدر التور إساءة باري لها ده من أفهم هو يدين لها ولكنه قد فعل لكن وحي وعد عن سوما فلست أطلقه حتى أطلقه لأن كفر يحرق إلى إله سبحانه وتعالى أو كفره يعني وين وحي سودك لكن هدو إساءة باري لها إيمان لها ويدي لها رسول الله دم بيقام بقى يقعد عاي الإله إيد بداف ويدين أن إله سبحانه وتعالى دم بداف ويدين لها ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك وإله دم بداف ويدين سنة واستغفر لهم الرسول وجدوا الله إله سبحانه وتعالى دم بيقول لها فلا لكن يحير مر اسمح حير لساقة ها حكم وسوء اسكم حكمين ها إلا إله سبحانه وتعالى وكسو الدجي آيات له نين كان هلا فرامون من دقاجين ظل أبو لبابة على حاله هذه أياما حتى ضعف جسمه وهن عظمه وخارت قواه سيدا ومرك قصقنا حالة داس إلا جركي ونقيل وكان نقضي إلا لا فيه أي كدب عين إلا أودي سوء كتكت هذا قف قيد ونكحر حتى ضوف ريسان الله وعلى قرتي وتاء التاقن وقرارية وصورا أن مركا ميشي سكاد قاقين وفي نفس الوقت راشين أفكي سكاد دقي أنا لهين حريد وكل غضغاب وتحصي سقعي لي أنا لهين وسكوح عن حرقم ما أنا وبرو سكوح حريب هذا مرك قياس ثم تلتها أيام أخرى أصيب فيها سمعه وحي سيسع طبع لقيه بوايب لقيه بجيك نقض فما عاد يسمع إلا قليلا لقيه مرك وعسلا دي مرك إلا قاعد يضع عسلا ينس وزاغ فيها بصر أرق نسيبه وإي شيء فما عاد يبصر إلا يصيرا همام يسبع كل عسي في عمه وما أرك كرب إنديه نموك ديباك قالك إلا قاعد يضع عسلا قل مرك آد وقاعد جوضه أرق إيه وحي يقول لعد عدا حق إيه مقلك وكان له بنية تأتيه باكية منتحبة مرة بوحى أجوبتي إنن يرويس للي ومرة بوحى ما نسيه مرة بوحيس وعلك كبر ورا نيس فتحل وثاقه عند كل صلاة صلاة مركة اللي قالوا بحرقها كفرتا ثم تعيده إلى سلسلة بعد ذلك مركة صلاة وسوق قلت أنا دبدا ما ماشي سلو حرام إساق عقابتها إسمالي قضى أبو لباب 6 أيام بلياليها لحم المود يهبنا ذود أيا صوم مرتي نكي أبو لبابة مشدودا إلى سارية المسجد إساقو تير تيرك المسجد كمذا سأقو حرن حتى جاء الفرج من السماء عند سحري الليلة السابعة هبين كتدواد مركة لقارة سقدح أيا إله سبحانه وتعالى فرجك صمدك سود الجي وكان ذلك في بيت أم سلمة رضوان الله عليها مركة وحيك أبو سود جينا نبي قلت وجوغ قلت أم سلمة وجوغ قالت أم سلمة ونبي ورمي سحاديثة يوحكنا عماش وعيتل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند السحر وهو يضحك نبي قال نبيه يكون مقلي يضو لمرأي وقت السحر لمرأي وقت يوضن به هبينك استغوا قسلي صلى الله عليه وسلم فقلت مما تضحك يا رسول الله أضحك الله سنك رسول الله الله كا قسلي وكافر حيئة محاك قسلي قال صلى الله عليه وسلم تاب الله على أبي لبابة إلهي وكتوب أقبل أبو لبابة قلت أفلا أبشره يا رسول الله نيانو نقو بشارين قال وحي النبي صلى الله عليه وسلم بلى إن شئت هذا دون تقو بشارع فقامت أم سلمة على حجرتها على باب حجرتها إذا نحي سوء اشتاكت قال كإذا جنتها الباب كيس وذلك مركة قبل أن يضرب الحجاب على نساء النبي مركة ماشي السود تاقيس وإنت آني سود دقين آيادها حجاب كهرلير قارهان النبي صلى الله عليه وسلم هوين كيس فاسألوه من وراء حجابا أنت سود دقين أيدي هو الذين ولا تدخلوا بيوت النبي أيدي الأرائب أنت أنا أيدها سود دقن بعيد مركة والله أقول إني بيوت مركة إستاكت لكن بعد نزول هذه الآية لما أقولين وقال المركة سبحانه يا أبا لبابة أبشر بشاريسو فقد تاب الله عليك إلهي بكى توب أقبله قالت أم سلمة رأيت أيضا نور رميسة فثار الناس إليه يطلقونه فثار الناس إليه ليطلقوه ضحكوا رمبا مركة سواء كاقا عماشا إني حرق كفران فقال لا والله بيوت ما يغفر ما يبي جوج ماشي نكح كذا يغفر ما يسال حتى يطلقني رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلا رسولك أنتو يجمع ده
oo gacmihiisa xariga iga furo rasuulka rabaa bi qofka lama rabo fa falamma kharaja ar-rasuul sallallahu alayhi wasallam ila as-salaati adlaqa bi nafsi rasuulka sallallahu alayhi wasallam markii waqtiga salaada la gaaray oo sii socday buu maray markaas uu ka furay ليس في وسع أحد أن يقدر فرحة أبي لبابة بتوبة الله عليه رنتي عد قياسي كرتاي ملهم فرحة أو فرحة أبو لبابة وكفر حي توبة إليه سبحانه وتعالى قد توبة ولكو وأن يتصور مدى بهجته برضا نبيه صلى الله عليه وسلم عنه إيو إنت وكفر حي فرحة أو الضرامي أو النبي قرال لي وكان نقضه وحل قياسي كرمكما فقد ظل منذ ذلك اليوم لقب الله مالين كاس وحب الله يقرأ إنه أقري سعل لقول الله عز وجل الذي نزل فيه آيات كسو الدكت وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه وآخرون طبعا قرآن كسو كسو هاللي جروب اسمه كسو هاللي وحلقها هاللي غزوة تبوك يدكي كدم معركة كهري سيد نقدان منافقين وحكي سالقها هاللي مرقا لقها هاللي وآخرون كوكلا نوي جيران اعترفوا بذنوبهم ذنب جودي قرتي سيد أبو لباب وكذا خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عمل وناكسن يمد حمبا انتو بويس كل فان عمل وناكسن والله وارك تاريخ يسارك وحلق ياسي كلمه لكن عمل كان عمل سهلا ماهن عسى الله أن يتوب عليه إلهي نوح حقيقة كويهي إنو كتوب أقبل إن الله غفور رحيم إلهي سبحانه وتعالى الله دمناف بضن أو نحريس بضن وكان كلما قرأ ذلك مركز سعيدة وأقرينا فاضت عينها فرحا بتوبة الله عليه إن به سبحانه لا شب من جرين فرحب وكفر حي توبة إله سبحانه وتعالى وكأقبل وحن دول مرير قصة بيننا مركان طبعا قفك بين آدم كا خطأ قفو كدعا لكن قفك وإن توبة أي كدن بيسو يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا أبو لبابة وحاء لبكا أمري مواقف تن لغاية قاتي وإشاقنا الساعة تعديك وإسكو مريي وحا أولي من وحا أهد ما حدلين أقوه قد أقوه بشميس ما لقاعدين وحكا لما صمين حوالا مبحين تنسيقات أورغنائز ما صمين شرر هوصا مقابا فقي الدعك هذا المصمين جسجرين أمبايد وبدي اللانجوات كلية ساس أمبير بس انت كلية انت حلقيا من الاسلام كاي دومين كارتو ديبن كو كيني كارتو ان من كي اي سي تمردان ان هوش اي سي داراتو ان اباب الاي جلان ان اسلام كان مركا دغال لو قد وخ كسادي كان ولذلك ارق اسلام كهدي خلط دي لوجيش حتى مهما كان يعني و جسد وبدي لانجويج كلي سا انت ام بيروح كلام شيء ما هذا الكلام نعم تاس جوابتي اي ربين اما النبي او ربي او اهي انزل على حكم رسول الله وكجواب نعم بي لكن كلي قعدت ام بشارب انت ول لكن مركا وعد أركا يسا مركا أنك أفي أدن بإسلام كل هذا قال لنا يعني وحد أركا يسا نين قلن كيسو كل هذا قال لنا لغو مقا عابي إنه نين قراءة وحد أركا يسا نين لليه وانين إسو بريس كونفرنس قبط إسلام كل هذا قال لنا نمو سياسي أو شارك سياسة دا نوع حير مد ما أركتي متعلم سارك نوع حير مثقف إنه يهي قفل بقى إسلام كل هذا قال لنا وآه من بني جنسي ولذلك الرسيد كان كمجره ويحي رسيد أبو لبابة كجره أبو لبابة في الإسلام كوقفت إنك ما ينقبل أبو لبابة وحى أولي مد وسابقة ديها إنك لما ينان إيمان تضحية الإسلام كو يسمي لما إيمان النبي صلى الله عليه وسلم كي يسمي شوك وحى صلى الملهين إيضا وحى صلى الله قرار دها صلى الله أنوات إحنان ويحي لما إنا فرح كوين با إسلام كو حنقول الله لما إنا سيوله ولذلك هو خطر إن خيانة الله ورسوله إن سر إسلام لقبيه أما والله شقي عدو يوضو للربين الإسلام كي مركا هلكا لغم الجحابي أما والغد برقوي وخلد وانا قف آدي أدوين إلهي سبحانه وتعالى وحاو من العصدي وانا أقا جل وعلا لكن تاريخ هرأو قرن بأمباء هيد في العلم الأزلي بيثابت كو هيد إن درسي ونقضوه وحانا ما يمنضونا تأمرنا صوما رحيتا بعض الصحابة ومركي أهل الذين ولا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا ما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيله ابتغاء مرضاتي تفسير كذا نصام مرئيه في ملابسات في سياسية إلى هيد وإلى هنا وبالله التوفيق.